صلاة في عدة مدارس ابتدائية في نيس تدفع المعنيين للتحرك العاجل، فما هي القصة؟ المفتش الأكاديمي في نيس أبلغ رئيس البلدية بصلاة المسلمين الأطفال في صفوف السيما سيام دو، وهنا نتحدث عن أطفال تقريبا بعمر 10 سنوات. كذلك نظمت دقيقة صمت لإحياء ذكرى النبي محمد عليه السلام في بعض مدارس المدينة. هذا الأمر دفع السلطات المعنية للتحرك العاجل، حيث دعا العمدة الحكومة إلى تبني خطة عمل وتوعية للدفاع عن الجمهورية العلمانية، وطلب أيضا من رئيسة الحكومة إليزابيث بون إبلاغ رؤساء البلديات بالمدارس التي يتم فيها تعليم الأطفال الذين عادت عائلاتهم من سوريا. كذلك طلب العمدة من المعنيين اجتماع عاجل لمناقشة هذا الموضوع ووضع خطة لمنع تكرار هذا الأمر. سنوافيكم بكل ما هو جديد للقاء.